صباح الخير على جميع طلبة وطالبات طلبة طلبات الشهادة الإعدادية، أهلا بيكم، معكم مستر محمد من قناة ستاديوز مستر محمد. زي ما انتوا شايفين معايا كده على الموبايل اختبار إلكتروني لغة إنجليزية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021. لما هنزل تحت شوية كده هشوف ايه الاختبار ده، عبارة عن ايه. اختبار الكتروني لغة انجليزية للصف الثالث الاعدادي ترم اول 2021 من اعداد مستر محمد الشعراوي، تمام. تيست اون يونت 1، اختبار على الوحدة الاولى، ثيرد يير التالت اعدادي بريباراتوري سمارت وي، وبرضو كاتب اسم المدرس مستر محمد الشعراوي، ومطلوب احط اسمي، تمام. وهنخش على الأسئلة مع بعض. دامتا has achieved yes space where young people can stay. طيب ايه يا مستر الكلمة الأولى دي ومعناها ايه؟ دامتا هي محافظة من محافظات مصر وهي دمياط. has achieved yes، لديها، احنا عايزين نقول بيوت شباب الرخيصة يعني. where young people can stay، حيث الشباب يستطيعوا ان يقيموا فيها. طيب كلمة بيوت الشباب معناها يس، نشوف الاختيارات. hotel، لا hotel طبعا يعني فندق. hostel هي الاجابة الصح، هنختارها اهو. وسنتر مركز واوفيس يعني مكتب. يبقى اجابة السؤال الاول تبقى هوستل. ننتقل للسؤال اللي بعده. سنوركلينج اللي هو الغطس باستخدام ادوات الدايفنج الغطس. سويمينج ويز بريسينج هي عبارة عن السباحة باستخدام، انت عايز تقول اجهزة التنفس زي ما كنت بشرحها من شوية. كلمة اجهزة او معدات، هل هي equipment؟ طبعا هي الاجابة الصح، نضغط عليها كده، تمام. ولا station محطة، ولا machines يعني ماكينة، ولا center يعني مركز. خلاص احنا قلنا equipment. ننتقل للسؤال اللي بعده. we can go eat when it's windy، يعني نحن نستطيع أن نذهب إلى رياضة الإيه عندما توجد أو تكون هناك رياح. سنوركلينج ولا ويند سيرفينج ولا شوبينج ولا ووشينج. طب ما تيجي نترجم سنوركلينج، لسه مترجمينها من شوية يعني، بالضبط الغطس باستخدام معدات الغطس أو التنفس. ويند سيرفينج معناها ركوب الامواج، ركوب المراكب الشراعية، ودي طبعا محتاجة رياح، يبقى هي الاجابة الصح. شوبينج يعني التسوق، ووشينج يعني الغسل او الغسيل. ننتقل للسؤال اللي بعده، بيقول are good places to buy souvenirs. واضح ان السؤال ده definition، تعريفات، اماكن جيدة لشراء الهدايا التذكارية. طب انا عايز اشتري الهدايا التذكارية منين؟ من الهوتيل، من الفندق؟ اكيد لا. من الياس هوستل بيوت الشباب؟ لا. من الكامبس المعسكرات؟ لا. البازار هي الاجابة اللي صح. ننتقل للسؤال اللي بعده. what should، طالما فيها should في السؤال يبقى محتاجين فعل في المصدر انفينيتيف بعدها على طول، يبقى ماذا يجب على السياح ان يروا؟ يبقى سي اكيد. when they visit your country، عند زيارة بلدك. اللي بعده use space go diving if the weather is bad. يبقى هنا لا يجب عليك انك تعمل diving يعني غطس لو الجو سيء، يبقى shouldn't، لا يجب عليك. اللي بعده قلنا من شوية ان should بيجي وراء الفعل في المصدر،
You should eat your pens with you in exams. يجب أن تمتلك قلم معاك في الامتحانات، ولو إن في الثانوي دلوقتي خلاص بقت الامتحانات إلكترونيكس كلها، ولكن يجب أن يكون معاك قلم. إحنا لسه في مرحلة الإعدادي، وبعد شد الفعل في المصدر have. It's cold، الدنيا برد. Today اليوم، when you go outside، لما تحب تخرج برا. You wear a coat، طب الدنيا برد يبقى لازم ألبس معطف، يبقى should. وبكده يبقى انتهت الأسئلة اللي عندنا. والثمان إجابات أهي معانا، تمام زي ما حضراتكم شايفين أهيت. أتمنى تكون الحلقة أو الحصة دي جديدة، لأن هي غير كل مرة مفيش كتب. وحاول تتعلم أو تتدرب إن أنت تشتغل أونلاين شوية، لأن أنت السنة الجاية خلاص هيبقى معاك تابلت أو معاكي تابلت وهتشتغلي أونلاين. شكرا ليكم، كان معكم مستر محمد من قناة الصديق مستر محمد. باي.